تحية لرئيس منتدى الشباب الاقتصادي المهندس يحيى مولود. صباح الخير. سعادة النواب معالي الوزراء، الأصدقاء الشباب، لكل منا أفكار ولكل فكرة جدلية استحقاق اسمها أو تحقيقها. يخطر في بال الكثيرين كل صباح عشرات الأفكار، وتطاردنا في كل مكان أفكار وتساؤلات وتأملات من روع ما نشاهد ونختبر في هذا الوطن المتخبط في هويته وكيانه. الفكرة هي أسلم الشك، أقل خبثا وأكثر دهاء من الانتقاد فقط، تحرر مكنونات العقل من باطن الواقع لتحاول رسم الواقع بصورة العقل، وهذا دورنا كشباب مؤمن بدوره في المجتمع الذي ينتمي حتما إليه. وليس من الأفكار وليدة حلم عابر أو ومضات ضجر، إنما الأفكار الحقة هي التي بنيت على عمق التفكير المتحرر من أي تحجر، فتخبطت هي بالأسئلة والاستجوابات والشك لتحمي الوطن من شر ما يشهد، وهنا دورنا. منبر الإصلاحيين هدف إلى توفير مساحة للطلاب والناشطين والباحثين الشباب من مختلف الخلفيات والمناطق للتفكير والبحث، ووضع خطط للتنمية وتطوير السياسات العامة التي تتعلق بقضايا الشأن العام في لبنان. وليست صدفة عابرة هذا الاختيار، إنما تكريسا لما نؤمن به في منتدى الشباب الاقتصادي بضرورة أن تتفاعل الأفكار وتتشابك في إطار جامع واضح الرؤية والأهداف، ليشمل الإنماء المواطن اللبناني وكل مواطن لبناني على كافة الأراضي اللبنانية من دون استثناء أو تمييز، لتحافظ كل منطقة على طبيعتها وخصائصها، فيكتمل المشهد بتكامل صوره. وهنا الدور الذي نسعى إلى لعبه في المنتدى وفي هذا المشروع بالأخص، من خلال فتح مساحة حوار جدية بين الجهات المعنية في المجتمعات المحلية للمناطق المهمشة، بهدف الوصول إلى أفكار تطوير في السياسات العامة بعد الاستناد على منهجيات علمية في التحضير وتحليل البيانات والمعطيات لتؤمن التأثير المطلوب على أرض الواقع. والشباب لابد أن يكون معنيا بهذا العمل المنظم والمحبط في ظل طبقة سياسية تقاصص الأفكار على عبقريتها وتقاصص الركن على تميزه، وتجعله أسير وجهات نظر لا تنفع إلا في ست مكرر وتبعاتها. علينا جديا أن ننخرط في الشأن العام وأن نتفلت من عقدنا الموروثة لنقرأ ونبحث ونفكر ونحلل فيما يطور وطننا، بدلا عن تبادل اللوم على أقل تقدير. وهذا النقاش ما وثقناه في هذا الكتاب حصيلة المشروع، على أمل أن يصبح مرجعا شبابيا قيما يكسر مقولات قاسية عدة في حق هذا الشباب، ويبعث فينا جميعا بعض الأمل والفكرة. كلكم شركاء معنا في هذا المشروع الذي ينطلق من التفكير وينتهي بالفكر من خلال فكرة، على فكرته تتحول بنا إلى ورشة إصلاح كبيرة، فنكمل النقاش بحماسة فكرة الأوحد لبنان. شكرا. الكلمة الآن لنائب رئيس منتدى الشباب الاقتصادي الدكتور كريم المفتي. أسعد الله صباحكم أيها الحفل الكريم. إنه من دواعي سروري أن أقدم لكم هذا الصباح هذا المنتوج الفكري الشبابي الذي بين أيديكم، وهو كتيب يحوي على 33 فكرة لتحديث بلدنا الحبيب لبنان. وفيما ينشغل جزء من الواقع الطلابي الشبابي في التنافس السياسي العقيم، وكما تعرفون فتوقيت صدور هذا الكتيب هو متزامن مع الانتخابات الطلابية اليوم،
تجدون في هذا الكتيب، في هذا المنتوج الفكري، صورة أخرى من هذا الشباب، من هذه الأجيال الصاعدة. 33 فكرة، 63 عفوا كاتب من كافة المناطق اللبنانية ومن كافة الخلفيات. ولابد أن نفتخر، وأنا هنا أقول بكل فخر جميعا، بما أقدموا عليه من مجهود بحثي ومنهجي وفكري في سبيل استعادة مفهوم بات ضائعا ومفككا في لبنان، وهو إدارة الشأن العام. فهؤلاء الشباب يؤمنون، شباب منتدى الشباب الاقتصادي، الشباب المنتدى الذي أخذ على عاتقه مصالحة الأجيال الصاعدة مع مفهوم القطاع العام، مع مفهوم المصلحة العامة. فيؤمنون هؤلاء الشباب بدورهم كمواطنين فاعلين منتجين في مجتمعهم. وقد بنوا في هذا المنتوج، بنوا أفكارا تشكل بدائل سياسية لعلها تساهم في وضع عمل السياسات العامة وعمل صياغة السياسات العامة في قلب الحوار السياسي اليوم، ليتم معالجة هموم الناس، همومهم وهموم أولادهم. وهذه مسؤولية مشتركة علينا كمواطنين جميعا. ويؤمن هذا الشباب بالبؤر البستانية بدلا من البؤر الأمنية، ويريد وسائل مستدامة للنقل العام ولا وسائل لتبادل الشتائم وطم المصلحة العامة، ويطرح سياسات بديلة جريئة وقابلة للتنفيذ في مجالات الطاقة والاتصالات والسياسة الضريبية والسياحة والصناعة والسلام العامة والإصلاح الإداري والتنظيم المدني إلى ما هنالك من قطاعات تخص الشأن العام. في حين يدرك هؤلاء الشباب أن هذه الحلول المطروحة ليست إلهية وليست منزلة، وهي قابلة للحوار، ونحن هنا للحوار. فيتمنون إصغاء المسؤولين لهم بما يتقدمون به من مبادرات سياسية التي قد تخدم مصلحة الناس وتعالج همومهم. فنعيد معا العمل السياسي النبيل في قلب الأجنديات الحزبية وفي قلب السياسة في بلدنا. فنشكر مجلس النواب لاستضافة منبر الإصلاحيين ومنتدى الشباب الاقتصادي، وشكرا لإصغائكم الثمين، أملين التعاون البناء في مناقشة هذه المسائل المحورية لبناء لبنان الغد. شكرا. ندعو إلى منصة الخبراء كل من معالي وزير المالية السابق الدكتور جورج كرم، ومعالي وزير المالية السابق الدكتور جهاد أزعور، بالإضافة إلى ميسر الجلسة المهندس يحيى مولود. المفارقات المهضومة بهذا المشروع أنه 33 فكرة واليوم 11 11 11، فمجموعة بيطلع 33. ما بعرف إذا شيء مقصود، أنه عن جد لازم نعمل إصلاح بهذا البلد، وإن شاء الله يكون اليوم بداية لهذا الفكرة. ومن المفارقات كمان المهضومة أنه دكتور أزعور هو من أول من أطلق منتدى الشباب الاقتصادي، ودكتور إرم هو كان أول مشاركين بأول ندوة لمنتدى الشباب الاقتصادي عام 2007. وقتها كان بعده الوزير أزعور هو وزير مالية، واليوم اثنيناتهم معنا ليعطوا رسالة للشباب اللي اشتغلوا على الكتاب، ليعطوا حتى رأيهم بهذا المشروع، ويعطوا خلاصات تجربة بعتقد طويلة بالتعامل مع المجتمع المدني وفي العمل من داخل السلطة والحكومة. دكتور إرم يمكن عنده ارتباط، فنبدأ مع دكتور جورج. إعجابي بالعمل اللي قام به ندوة الشباب بهذا الموضوع لم أكن أتصور عندما تحدثت إليكم منذ 4 سنين أنكم ستكملون المشوار وتأتون بمثل هذه الوثيقة الأنيقة وبنفس الوقت المعمقة، لأنها تغطي حاجيات كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في لبنان.
بدي أيضا أعبر عن إعجابي بما كتب في المدخل من قبل الكريم المفتي، فأعتقد أنه بالفعل أصاب مكمة